فوز كبير وفوز مهم جدا للنادي الاهلي. انا كمان هينضم لي في هذه الاثناء الكابتن سامي قمصان. كابتن سامي فوز مهم، والاول تحيات الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، طبعا الكابتن ايمن شوي، كابتن اسامه عرابي، كابتن احمد بلال. فوز مهم، مكاسب متعدده النهارده. النادي الاهلي بيحقق الكثير من المكاسب النهارده في هذا اللقاء، مكاسب متعدده النهارده. طبعا تحيات طبعا الكابتن ايمن وكابتننا الكبار. طبعا زي ما انت قلت مكسب مهم جدا، خصوصا بعد مباراه بيراميدز يعني، لكن اعتقد يعني اللي يرجع المباراه هتلاقي نفس الاداء دوت هو اديناه في مباراه بيراميدز اللي فاتت. يمكن ما كانش عندنا توفيق شويه في الفرص اللي جات لنا، لكن اعتقد النهارده كان ربنا كرمنا، خصوصا في بالظبط 4 دقائق او 5 دقائق تقدر تحرز 3 اهداف. يمكن الراجل اتكلم في النقطه دي، ان افضل فتره اللي انت تقدر تجيب في جون، خصوصا بعد الجون اللي انت تجيبه، يعني انت عارف بيبقى تركيز قليل، اللعيبه بتبقى برضو الجون بيأثر فيها. اعتقد الحمد لله ضغطنا كويس بعد الهدف الاول والثاني، واعتقد الحمد لله ربنا كرمنا، اداء مميز جدا من اللعيبه بشكرهم عليه، وان شاء الله مزيد من انصارات ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. كابتن سامي، كان مهم جدا ان انا ادي الثقه لعلي معلول في ضربه الجزاء، ومهم ان استمرار حسين الشحات في الحاسه التهديفيه، استمرار محمد شريف، عوده ياسر ابراهيم، عوده ايمن اشرف، مكاسب كتير جدا بجانب نتيجه اللقاء. طبعا زي ما انت قلت كده، علي لعيب كبير ولعيب مميز، عندنا ثقه كبيره جدا، وكل جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره فيه جدا. مش معنى ان انت تهدر ضربه جزاء اللي انت خلاص، لا بالعكس، مهم جدا اللي انت اللعيب بيبقى محتاج دعمك، خصوصا في الاوقات اللي هو بيبقى فيها ضعف او اللي بيبقى فيها قله توفيق. اعتقد النهارده من نجوم المباراه، احرز ضربه جزاء وعمل 2 اسيست. زي ما قلت محمد برضو، حسين الشحات ما شاء الله النهارده نفس القصه، سجل هدفين، يمكن هدف الغي يعني، والهدف الثاني كان برضو مميز فيه. محمد شريف بيواصل برضو التالق، ياسر ابراهيم بعد فتره بيأدي نفس الاداء دوت ونفس الجهد دوت، علي لطفي لما نزل، معظم اللعيبه اللي نزلت برضو ادت اداء كويس بالنسبه بقى لها فتره كبيره يعني. مهم جدا ان هم ياخدوا عدد دقايق برضو، عشان انت عارف الفتره اللي جايه في كثافه نشاط كبيره، وفي لعيبه مش هتبقى معانا، فمهم جدا ان انت كنت تدي دقايق مثلا لجونيور. كهربا نفس القصه، لانك انت هتفقد صلاح محسن وهتفقد طاهر في الاولمبيات، فمهم جدا ان انت تقدر تكسب، خصوصا في المباريات اللي زي دي، اكبر قدر من المكاسب يعني. اعتقد الراجل فكر في كده كويس، والحمد لله التوفيق كان معانا، وان شاء الله مزيد من الانتصارات الفتره الجايه باذن الله. كابتن سامي، في نقطه مهمه جدا، تطوير النواحي الدفاعيه لعناصر الشق الهجومي. تشوف الادوار الدفاعيه سواء لمحمد مجدي قفشه، لحسين الشحات، لطاهر محمد طاهر، وايضا لمحمد شريف، دور مهم ليكم كجهاز فني. بص، هو انت عارف طبعا طرق اللعب مهمه جدا، ان انت دلوقتي لازم تشتغل على ناحيتين، حتى لو بتدافع دفاع سلبي يعني. فالنهارده الحمد لله زي ما انت اتكلمت، كان مهم جدا ان انت، خصوصا مع فرقه سموحه، فرقه بتلعب على كونتر اتاك، فكان مهم جدا اللحظه اللي انت بتفقد فيها الكوره، كان مهم جدا للعيبه تكون مركزه، يكون في ارتداد كويس، يكون في وقفه كويسه، سواء من نص الملعب او من الناس الديفنس اللي عندنا. يمكن الحمد لله كل مباراه انت بتستفاد من الاخطاء اللي انت بتقع فيها، حتى برضو بنسبه الاستحواذ في الاخر، مهم جدا لما يكونش عند جونك، مهم جدا تنقل استحواذك نص الملعب، عشان لما يبقى في اخطاء تبقى بعيد عن جونك. فكل دي احنا اللعيبه بتستفاد منها، واحنا كجهاز بنستفاد من الاخطاء ديت يعني، عشان ما تتكررش. لكن 6 نقاط مهمه جدا، لكن عندنا مباراه كمان 3 ايام مهمه جدا ان احنا نفكر فيها ونفصل فيها، او ان شاء الله نركز فيها ونفس الاداء ده ونفس الروح دوت، وان شاء الله اعتقد هيبقى عندنا افضليه. كابتن سامي، مستر بيتسو موسيماني في التدريبات، كلنا بنشوف التدريبات وقريبين من الاحداث، الراجل بيحاول ينوع شويه في المحاور الهجوميه في النادي الاهلي. النهارده بنشوف يعني من اعلى المباريات اللي الاهلي بيبقى عنده غزاره تهديفيه، 4 اهداف، كرات بالعرض، تسديد، كرات ثابته، اعتقد في تنوع شويه في المحاور الهجوميه. انت زي ما انت قلت، انت معانا عايش معانا يعني، وتحضر معانا التمارين كتيره، مهم جدا ان انت تشتغل على كل الحلول اللي عندك يعني، سواء اللعب من الاطراف، لعب من العمق، كرات ثابته، مهارات فرديه اللي بتحصل وقف واحد ضد واحد تاكد عليها. الحمد لله الراجل بينوع في الحاجات دي. يمكن النهارده حتى شكل الاهداف متنوع، سواء من الترا، سواء من كروس، سواء من لعب من العمق، سواء برضو حتى موقف البلانتي، موقف حسين عامل واحد ضد واحد كان موقف مميز. فاعتقد الحمد لله الراجل بيشتغل وانا بنشتغل ونعمل اللي علينا، وان شاء الله التوفيق هيجي لنا واحده واحده ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، في وسط مباراه الدوري اكيد بيجي حديث عن المباراه الافريقيه والنهائي الافريقي، اكيد بيبقى يدور كلام مع الجهاز الفني.
والله يمكن هو ده اللي بنأكده كل مره، ان احنا في مرحله دلوقتي دوري عام، مهم جدا ان احنا نركز، لان طبعا استمراريتك بنفس الاداء دوت ونفس النتيجه ديت هتدي لك قوه كبيره، وهتدي لك دفعه كبيره، وهتدي اللعيبه دفعه اللي هي عاوزين برضو بطوله كبيره زي بطوله افريقيا. لكن احنا بنشتغل كل مرحله لمرحلتها، يعني النهارده بنشتغل في الاربع ماتشات اللي كانوا عندنا، حصل لنا اخفاق في مباراه بيراميدز، لكن الحمد لله النهارده الحمد لله النتيجه كانت مرضيه بالنسبه لنا. عندنا مباراتين مهمين جدا نخلصهم، اعتقد ان شاء الله تدينا دفعه كبيره جدا لمباراه افريقيا باذن الله. كابتن سامي والتوفيق في المباراه القادمه باذن الله. شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سموحه بنتيجه كبيره باربع اهداف مقابل لا شيء. من جديد تعود الكلمه ليك كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.